مائدة غنية بمختلف الأطباق بفضل التنوع البيئي والمساحة الجغرافية. تعرفوا على أشهر الأطباق على المائدة السعودية. السليق طبق يعود إلى الحجاز، وهو أرز سعودي تقليدي يتألف من أرز قصير الحبة يشبه العصيدة ولحم الدجاج المشوي، ثم يمزج المرق مع الأرز المسلوق مع الحليب والسمن أو الزبد ويطهى حتى يصل إلى القوام المطلوب، وعادة ما يوضع اللحم المشوي فوق الأرز. يمكن رش السمن أو الزبد الإضافي فوق الطبق، ويوصى بتقديمها مع سلطة حارة أو دقوس أو مخلل الليمون أو سلطة الطماطم والخيار. المطبق فطيرة محشوة ومقلية بحشوات مختلفة، أكثرها شيوعاً اللحم المفروم والبيض والثوم والبصل والفلفل والكاري والسمن، وتستخدم الأعشاب الطازجة مثل الكزبرة والنعناع لإضافة نكهة إضافية. المعمول كعكة تقليدية محشوة، ويتم تشكيله على هيئة كرات، وغالباً ما يتم تقديمها مع القهوة أو الشاي خلال النهار. الثريد يوصف هذا الطبق بأنه يخنط لحم الضأن الحارة المليئة بخبز الشعير، كما أن كلمة ثريد تشير إلى وعاء خزفي كبير. يتم تحضير هذا الطبق الشهي بمجموعة متنوعة من اللحوم التي تطهى بالخضار وتغرف على خبز رقيق غير مختمر. الكبسة هي أشهر المأكولات السعودية، وتكون غالباً في معظم مناطق المملكة، وتتكون من الأرز والدجاج أو اللحم كلحم الغنم أو الإبل أو البقر. المطازيز عجينة مخبوزة ومقطعة تغمس في مرق وتكون وقت الغذاء. الكليجة هي حلوة مشهورة في القصيم، تتكون من دقيق القمح والسكر والعسل وبعض التوابل. القوزي طبق شهير في منطقتي الحجاز وتهامة، يتكون من الأرز والمعكرونة والبرغل معاً، ويوضع فوقه خروف مشوي، وهو الطبق الرئيسي في المناسبات والحفلات الكبيرة. العريكة أشهر مأكولات المنطقة الجنوبية، تتكون من خبز البر الذي يعرك باليدين ويوضع في إناء ويخرم في منتصفه ليصب فوقه السمن والعسل والتمر. الحنيذ وهو لحم ماعز يدفن بحفرة داخل الأرض ويوضع فوقه الفحم ويستمر قرابة 4 ساعات، ثم يقدم مع الخبز والأرز والعسل. المعصوب وهو خبز مفتت يخلط مع الموز ويضاف عليه السمن أو العسل أو كلاهما، وفي بعض المناطق تضاف القشدة. وماذا عنكم؟ هل جربتم أحد الأطباق السعودية من قبل؟ شاركونا في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.